السلام عليكم، أنا ثريا المرزوقي، طالبة في جامعة زايد. وإذا بتكلم عن الإلهام بتكلم عن أمي. أمي هي صديقتي وحبيبتي وملهمتي أنا وإخواني، هي الدافع الرئيسي وراء نجاحنا، وهي اللي ألهمتنا وأرشدتنا وخذت بأيدينا يعني للوصول إلى كل اللي نحن بنوصل له. شكراً أمي، وشكراً لكل مرأة إماراتية ألهمت محيطها وسعت بأن تكون مثالاً يحتذي به أبناء هذا الوطن.